أهلا بيكم في مجلة الحياة. كانت السبب في إسعاد الجمهور وظهرت بكل طاقتها على الشاشة بضحكتها وبروحها المرحة هي الراقصة هدى شمس الدين، واحدة من أشهر راقصات زمن الفن الجميل، وقدمت مجموعة أفلام مع نجوم كبار. لكن للأسف حياتها الشخصية ما كانت زي ما بتتمنى، وعانت فيها كتير لحد ما اتطلقت على إيد البوليس الحربي. تعالوا نعرف إيه هي قصة الراقصة هدى شمس الدين وإزاي البوليس الحربي كان السبب في طلقها. تابعونا. اللي عدد كبير من الجمهور ما يعرفوش ان اسمها الحقيقي أليس، وبترجع اصولها لعائله ارمينيه، واتخرجت من المدرسه الارمينيه اللي زرعت جواها حب الفن والتمثيل. وبعد ما اتخرجت قررت تحقق حلمها ودخلت فرقه بديعه مصابني كراقصه، وبعدها راحت فرقه فؤاد الجزائري اللي قدمها للسينما لاول مره سنه 1945، وشاركت بدور صغير في فيلم الحظ السعيد. وبالصدفه شافها المخرج نيازي مصطفى وعجبته وقرر يكتشفها، وفعلا قدمها كراقصه وممثله في مجموعه افلام منها عدو المجتمع سنه 1947 مع الفنانه عائله راتب والفنان محمود المليجي، وفي نفس السنه شاركت في فيلم الاب مع زكي رستم وعلوية جميل. وسنه 1952 قدمت فيلم حلال عليك مع اسماعيل ياسين، والاول مره قدمت دور البطوله في فيلم عشرة بلدي مع المطرب محمد امين اللي اتجوزته بعد كده، وقدمت في الفيلم دور راقصة مشهورة وظهرت باسمها الحقيقي، وده يعتبر أطول إعلان شخصي حصل في مصر. وقدمت دور البطولة لتاني مرة من خلال فيلم بيني وبينك مع كامل الشناوي، وكمان شاركت في بطولة فيلم من رضى بقليله سنة 1955. وبعد لما كانت ماشية بسرعة الصاروخ وقعت مرة واحدة ورجعت تاني تقدم الأدوار التانية بعد ما كانت صاحبة شباك، وللأسف كانت حياتها الشخصية صعبة جداً مش زي حياتها الفنية. فتجوزت من المطرب محمد أمين وكان عنده كازينو وهي كانت بتشتغل راقصة فيه، وكانت حياتها الأسرية صعبة فكان دايماً بيضربها وبيهنها وبياخد كل فلوسها، ولما فاض بيها الكيل قالت محدش هينقذني إلا البوليس الحربي، وفعلاً راحت له وطلبت منه يساعدها إنها تتطلق من جوزها. فرد عليها واحد منهم وقال لها وإحنا إيه علاقتنا كبوليس حربي بطلاقك؟ فقالت له ببساطة كده محمد جوزي صاحب الكازينو اللي برقص فيه والبوليس الحربي هو الكل في الكل. فسألها وانتي عايزة تطلقي منه ليه؟ قالت له جوزي بيضربني وبياخد كل فلوسي. فضحك وقال لها احنا مش مأذون شرعي، احنا بوليس حربي. قالت له جوزي يعرف ناس مهمة وهيرفض يطلقني وهيأذيني اكتر لو لجأت المحكمة عادية. وفعلا اتعاطف معاه البوليس الحربي واستدعى جوزها وسألوه عن كلام هدى شمس عنه، فأكد محمد أمين على كلامها وقال للبوليس أنا حر. فاستفز البوليس بكلامه وقالوا له ما فيش حاجة اسمها أنا حر، أنت قدامك ساعة واحدة تروح تجيب ورقة الطلاق وتيجي حالا. فخاف ونفذ كلامه وطلقها، وحصلت هدى شمس على حريتها مرة تانية، واعتزلت الفن وبعدت تماما عن الأضواء لحد وفاتها يوم 1 يناير سنة 2002 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 سنة. بكده يكون الفيديو انتهى. اكتبولنا في التعليقات اكتر عمل حبيتوه للفنانة هدى شمس، واستنونا في فيديو جديد وفنان جديد مع مجلة الحياة.